مساء الفل والهنا على كل حبايبنا على شاشة القاهرة والناس، وأسبوعكم إن شاء الله أسبوع زي الفل. الأسبوع ده إن شاء الله كل حبايبنا اللي هيكلمونا، اللي هيبعتولنا رسالة على الاس ام اس، وكل حبايبنا وأصحابنا اللي بيكلمونا على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك. موضوع الأسبوع ده طلع معانا موضوع مهم قوي وحلو قوي قوي. ابعد عن الشر وغنيله. طيب ما في خير وفي شر، نبعد ازاي يا غالية عن الشر؟ هنشوف الأسبوع ده ازاي نبعد عن الشر ونغنيله. هنبعد عنه في أربع حاجات. أولهم العواطف. نشوف بقى الفقرة دي كده موضوع العواطف ده هنعمل فيه ايه، ونبعد عن الشر ونغنيله في ايه في الموضوع ده. النهارده كمان هنعمل أكلة حلوة قوي، هي أكلة برضو قديمة، أكلة شعبية قديمة كانوا بيعملوها الفلاحين. احنا هنا في القاهرة أو في اسكندرية أو في محافظات تانية كتير دايما ما نعرفش الكبدة غير يا إما اسكندراني، يا إما متحمرة، يا إما معمولة مثلا كده بالبصل. دي كبدة بالصلصة والنخاع. كبدة بالصلصة والنخاع، بتتعمل بالصلصة والنخاع بتاع المواسير. هنقول مقاديرها وبعد كده هنعرف ايه موضوع النخاع. مقاديرها كبدة، حطوا زي ما انتوا عاوزين نص كيلو على حسب عدد الناس اللي هتأكلوها، وطماطم ومعلقتين بصل كفاية، يعني بصلية كده دورة حلوة مبشورة، وقرنين فلفل حلوين متعين كده سواء بارد أو حراق على حسب ما تحبوا، وملح وفلفل وبهارات، كزبرة ناشفة، معلقة ثوم كبيرة، ملح، خل، نخاع. النخاع بقى اللي هو ده، احنا عارفين المواسير، العظمه الماسوره، بنروح عند الجزار نقول له ادينا ماسوره، طول عمرنا بنجيبها نسقي بيها المحشي، نعملها شوربه ونسقي المحشي ونعمل عليها شوربه عدس ونطبخ عليها، اللي هي دي المواسير دي اهي، هو ده، وبيبقى جواها نخاع. النخاع بقى هنطلعه ازاي؟ هو الجزار بيكسرها اهي، بتبقى كده. هي طبعا ما بتبقاش كده، انت لما بتروح عند الجزار بتلاقيها ماسوره كده عكشه كامله، هو بيكسرها لك، لان ما ينفعش تحط في الحله طبعا ماسوره طويله، بيكسرها الجزار. فنطلع النخاع بقى ازاي؟ النخاع اللي بيبقى جوه الماسوره دي لما بيكسرها لنا الجزار، بنيجي من هنا، هي طبعا بيبقى لها فتحتين كده لما بتتكسر، نيجي في اي فتحه سواء شمال او يمين، ودب صباع الصغير ده كده بالراحه عشان تقدري تطلعي النخاع وما يتهريش جوه الماسوره، يطلع سليم عشان ما يبقاش جوه الماسوره كامل، ونشده بالراحه كده اهو، ونيجي على التانيه برضو اهي. لو حطينا بص سكينه او معلقه هيتهري جوه، مش هيطلع سليم كده، هيتهري جوه الماسوره ومش هنعرف نطلعه، فبالراحه برضو كده اهو، الصباع الصغير ده كده، وتزقي على قد ما تقدري بشويش اهو. زمان لما كنا بنسلقها ومازلنا، لما بتتسلق بحالها كده بنيجي على الطبليه وندقها فيطلع النخاع لما بتبقى مستويه، او نشد كده بالراحه اهي، بتبقى بقى خلاص انت طلعتيها كده كلها، ما باظتش من جوه وطلعتي حته وحته، لا بالصباع ده كده، وتروحي زق كل النخاع بقى. احنا هنحط حتتين كفايه عشان ما تبقاش دسم قوي. وهنعمل بقى الكبده، هنقول المقادير تاني عشان حبايبنا اللي على الصفحه بيبقوا عاوزين نقول المقادير اكتر من مره. مقادير الكبده اللي بالنخاع، كبده اي نوع كبده معانا، صلصه طماطم معانا، بصل مبشور، فلفل، ما فلفل اسود، شويه بهارات، شويه كزبره، معلقه كبيره ثوم، ملح، خل. ملح، خل. اول حاجه هنعملها لازم نتبل الكبده، لازم نديها تتبيله كده من كل الحاجات دي، عشان هنحط الحاجات دي نصها في الكبده ونصها في قلب التخديعه اللي احنا هنعملها اهو كده. رشه ملح صغيره وشويه كزبره من كل ده وشويه بهارات عشان بس تبقى متطعمه، شويه فلفل اسود ومعلقه الخل، معلقه كفايه هنعيرها كده عشان دي هتطبخ، معلقه واحده اهي، معلقه من بتاعه الاكل، ما نكترش فيها الخل احنا، بس عشان لونها ما يغيرش ويسود، يبقى لونها حلو. ونبتدي بقى نقلبها في قلب بعضها. منا، الو، اهلا يا منونه.
ازيك يا ست غالية حبيبتي، عاملة ايه؟ تسلمي يا حبيبتي، كل سنة وانتي طيبة بمناسبة شهر رجب الكريم وحلول الشهور الكريمة علينا. وحضرتك طيبة وكلكم خير. تسلمي لي يا قمر. انت عندك كام سنة؟ عندي 11. الله، بتسمعي الحواديت بتاعتي ولا لأ؟ نعم؟ بتسمعي الحواديت بتاعتي ولا لأ؟ الحواديت اللي أنا بقولها. بسمعها. ايه رأيك بقى، بتستفادي حاجة ولا لأ؟ ايوه بنستفاد الحواديت كلها، يعني كل ما بسمع حدوته بستفاد منها. طب اخر حدوته بقى استفدتي منها ايه؟ اخر حدوته، ايوه فكري اخر حدوته. طب حلقه، نعم؟ طب تعرفي انت تحكي الغاليه حدوته؟ احكي حدوته؟ ايوه. مثلا حدوته زي ايه؟ طب بصي، انت هقول لك حواديت بعد كده، احنا كل يوم اتنين بيبقى معانا حدوته حلوه للاطفال، اقعدي جمعي كل الحواديت دي واكتبيها عشان تبقي اشطر واحده في الحواديت. ماشي. ايه رايك؟ ماشي يا قمر، شرفتينا يا جميله، مع الف سلام كده. هنسيب الطاسه دي تسخن شويه لحد لما تسخن بقى. أول حاجة قلنا ابعد عن الشر وغنيله، وهنبعد عنه في أربع حاجات. أول حاجة قلنا العواطف. العواطف حلوة، ما قلناش حاجة، وكل ما تبقى عاطفي تبقى جميل كده ورايق، وكل يعني كل حاجة بتطلع من جواكي حلوة، بس لو زادت عن حدها تتقلب ضدها، تخنق بقى، تبتدي بقى إيه، كل ما تزيد تخنق اللي قدامك، كل ما تزيد تخنق اللي قدامك وتخوفه منك. فبالنسبة للعواطف ما تزيدش عن حدها قوي، يعني تيجي ايه، واحده واحده. هنمسك بقى النخاع ده ونروح حاطينه كده في الطاسه، سخنت. ايوه، ونكسره ونمسكه ونكسره اهو. احنا نطلعه سليم بس نكسره في الطاسه اهو، وهنحط عليه نقطة زيت صغيرة ونوطي علشان يسيح اهو، نقطة زيت صغيرة ونوطي عليه علشان خاطر النخاع ايه، يسيح. احنا مش حاطين كتير، اللي يحب يزود براحته، يعني اللي يحب يحط حتة نخاع اكبر من دي ممكن ويبقى حلو مش وحش. ونسيبها بقى تسيح عبال ما نخرط ايه، الفلفل. الفلفل بقى هنحطه عليها برضو، عاوزين الفلفل حامي ماشي، عاوزينه بارد زي ما تحبوا. الأكلة دي أكلة قديمة كانوا يطبخوها دايما الفلاحين، يعملوا الكبدة بالصلصة، وما زالت في باب الشعرية وفي السيدة وعند الحسين بيعملوا كبدة بالصلصة، ويعملوا لها صلصة بلسان عصفور كمان، فهي لسه موجودة برضو. الله على النخاع، لازم نحط له نقطة زيت، لأن لو ما حطينالوش نقطة زيت مش هيسيح كامل، هيبتدي يدرن ويبقى زي حتة اللحمة ما يسيحش كله. ونشوفه بقى كده أهو كده. أول ما تبتدي بقى تسيح كده هنحط معاها البصلة وشوية التوم. حبايبنا بقى اللي بيكتبوا لنا على شريط الرسائل يقولوا لنا بقى ايه الشيء اللي بيزيد عن حده معاهم ويتقلب ضده، ايه هو؟ ست امل، يا ست امل. الو، اهلا يا ست امل. اهلا بيك يا ست غاليه، ازاي حضرتك؟ احنا الحمد لله بخير، طول ما انتوا بخير يا رب يخليكي. انا بحييكي على البرنامج بتاعك الجميل ده. تسلمي وتعيشي، بس قولي لي رايك، نبعد عن الشر ونغني له ازاي؟ نبعد عن الشر ونغني له. عاوزين نبعد عن الشر ونغني له ونقول له الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح. يعني اي حاجه تجيب لنا مشاكل ما نعملهاش. الله ينور عليكي. طب بالنسبه بقى للعواطف، انا كنت لسه بقول العواطف، ايه رايك؟ في ايه؟ ان كل شيء في الدنيا ليه وجهين. يعني العواطف حلوة وبتدينا كده إحساس جميل، بس لو زادت عن حدها. أيوة صح. إيه، أنت إيه رأيك لو زادت عن حدها بقى؟
لو زادت عن حدها العواطف. ايوه تحب يبقى العواطف كتير كده مدلدقه ولا متوسطه كده تبقى مزان؟ لا طبعا تبقى متوسطه. تبقى مزان يعني. اكيد طبعا. تسلمي. طب ما فيش عندك راي تاني؟ لا والله انا مش سامعاكي، انا مش سامعه كويس، بس دي كل الحكايه يعني. انا بس يبقى انت مش سامعاني كويس. طب اقفلي وحاولي تكلميني تاني. طيب انا بس بحييكي على البرنامج بتاعك الجميل ده. تسلمي يا قمر. وكنت عايزه رقم حضرتك. ارجع لك كنترول يديهولك على عيني. تسلمي يا رب. الله يخليكي، شرفتينا، الف سلام. نرجع للطبخه بتاعتنا بقى. حطينا النخاع وكسرناه، ويكون الحله او الطاسه سخنه، ونبتدي نحط نقطه زيت صغيره لحد ما النخاع يبتدي يسيح كده. هنحط المعلقه بتاعه البصل ومعاها الثوم والفلفل، وننزل بشويه كزبره ناشفه، ونقلب كل ده عشان الروائح الحلوه تطلع بتاعه الفلفل والبصل والثوم وكل ده. والنخاع عبال ما اللون يا دوبك تلون هيكون النخاع ساح، ما بقالوش اثر غير يا دوبك حاجات صغيره كده اهو. لازم تاخد لون حلو كده. التوابل مش هنحطها غير في الاخر عشان ما تتحرقش مع التقليب. الكزبره ماشي، عشان الكزبره الناشفه احنا بنقلليها للملوخيه وبنحط منها للفته فبتتحمل في التحمير، لكن بقيه التوابل ممكن تتحرق. الله، لازم لونها يحمر كده. اول بقى ما لونها كده يبقى مستكاوي كده وحلو، نروح نازلين على طول بالطماطم. طب ليه يا غاليه ما حطيناش الكبده؟ الكبده هنحطها لما دي تتسبك. الكبده ما بتاخدش سوا والا تبقى كاوتش. بالراحه. أميرة بقى بعتت تقول لي يا غالية بصراحة أنا بتعامل مع الناس كويس قوي قوي، بس بيبقى رد فعلهم عكس مش حلو. مش كل الناس حلوة ومش كل الناس وحشة، والوحش احنا نقدر بتصرفاتنا نحليه ونعوده على تصرفاتنا الحلوة. فيا أميرة ما تزعليش، اعملي الخير واتكلي على الله. هنحط بقى كل التوابل دي، الملح، هنحقق طبعا الملح، وهنحط شويه البهارات وبقيه الفلفل الاسود وبس، ونسيبها تتسبك. يا ست ديدي. ايوه اهلا يا ست ديدي، ازي حضرتك؟ اهلا اهلا يا حبيبتي. انا بشكرك على الحاجات اللي بتعمليها، وهقول لك على فزوره تقولي للناس. انا مدرسه فرنساوي بتاعت اطفال. اتفضلي. ايه؟ اتفضلي. ارداب بمهوله، واخده بالك؟ خدوا ارداب بمهوله، ما عرفتيله. أيوة. سامعاني؟ سامعاك. ايوه اتفضلي. ارداب بمهولك ما تعرف كيلك. ما اعرف كيلو يعني وزنه. ايوه. خدوا الحبيب وده لغيري. فهماني؟ فهماك. وبقوا ولاد ده لغيري، ولاد العز يخبطوا على البيبان، ياخدوا من كل قمعة حباية يا خضرة يا ناشفة. افهميها بقى. ده انا لازم افكر واقول لك على حلها انا وكل المشاهدين اللي سامعينك. اللي يعرف حلها يتصل ويقول لنا او يكتب لنا على شريط الرسائل دلوقتي. اردب مهولك ما تحضر كيلو. يعني اللي مالكش فيه ما يعني. انا اعرف المثل، الفزوره دي يقول لك ايه؟ اردب مهولك ما تحضر كيلو، تتعفر دقنك وتتعب من شيله. لكن الفزوره اللي حضرتك قلتيها هي حلوه قوي، ونتمنى حد يحلها لنا بقى، وانا برضه هفكر وهنحلها مع بعض. شكرا بقى ليكي، شكرا ليكي. هنسيب بقى دي تتسبك لسبب. مش هنحط الكبده ولا نحمر الكبده مع البصل ولا الكلام ده كله. اي نوع كبده ما بيتحملش، وحلاوه الكبده ان هي تشويحه وتشيليها. فلما تتسبك ويبقى فاضل لها قمحايه، هنحط الكبده تاخد القمحايه دي في السوى ونطفي بس كده.
علشان الكبده لو استوت زياده عن اللازم تشد وتبقى كاوتش. حلاوه الكبده هي تقلبتين. فهناخد فاصل ونرجع كل السباكت شويه. فاصل وراجعين. رجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين وبنقول اول حاجه اتكلمنا فيها العواطف. تاني حاجه بقى عاوزين بقى يعني دي حاجه رقيقه قوي 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 قوي، عاوزين نشوف بقى المشاعر اللي زي بقى انت كده ما تخاف يعني تبقى خايف. هنحط بقى الكبده دي ونتكلم في موضوع المشاعر ده براحتنا. الكبده هنبتدي بقى نحطها كده. اول ما تبتدي تتشرب كده ما تحطوش الكبده وهي لسه ما تسبكتش، لان احنا مش هنحط الكبده غير يا دوبك دقيقتين. اول ما تبتدي تتسبك كده ويبقى فيها يا دوبك شقشاء بسيط اهي الصلصه كده كلها اتسبكت وحطينا فيها التوابل، هنروح نازلين بالكبده اهي. الكبده ممكن تعملوها شرايح مش طويله قوي، وممكن تبقى عصافيري يعني يا ده يا ده على زي ما تحبوا اهي. بس هنقلبها تقليبه واحده كده ونسيبها عشان ما نقلبهاش كتير تتهري، ونسيبها بقى. الاكله دي تاكل جنبها رز، تاكل جنبها مكرونه، تتغمس كده برغيف مفقع حلو وجنبه شويه بتنجان مخلل، يا سلام تبقى اكله ملهاش حل. عاوزه بس اقول على حاجه، الاسبوع ده الموضوع بتاعنا مهم جدا لان كلنا بنقع في مشاكل، كل الناس بتقع في مشاكل. فاحنا بنقول عاوزين نبعد عن الشر ونغني له، نقول له ابعد حتى لو كان في المشاعر. يعني انت تلاقي عندك دايما خايفه على عيالك، دايما تقولي للعيل ما تروحش هنا، ما تلعبش مع ابن الجيران، ما تبصش من البلكونه، ما تخشش المطبخ، ما تلعبش في التلفزيون، اوعى الفيش اللي في الارض. حاطاه في برطمان وقافله عليه، حبسه ومأيداه، فيبتدي العيل برضه يتخنق وبعدين يطلع ما عندوش شخصية وما يعرفش ياخد أي رأي في حياته ولا أي حاجة في الدنيا. كل بعد كده ما يجي يعمل حاجة لازم يبص لمامته الأول كده من على جنب، حتى لو حد حب يديله حاجة قبل ما يمد يده ياخدها يقوم يبص لمامته أو لباباه كده يعمل له، يا إما بقى مامته تقول له خلاص يا حبيبي خدها، أو بابا يقول له خلاص يا حبيبي خدها من طنط. هو ده بقى الخوف. كل ما تعمله كده في العيال الموضوع يزيد عن حده وينقلب ضده. هنيجي بقى عبال ما الأكلة بتاعتنا دي تستوي هنعمل أكلة تانية طلبت مننا كتير قوي قوي على الصفحة بتاعتنا. هنعمل كشك ألمز. كشك الألمز احنا عملنا قبل كده الكشك الصعيدي اللي هو الكور، وعملنا الكشك اللي بالرز. فهنعمل النهارده كشك ألمز. اسهل طريقه في ان انت تعملي كشك ألمز في البيت في 3 دقايق، سهل قوي. هنجيب علبتين زبادي وصدور فراخ، عندك صدر فرخه بايت ورك، المهم لو عندك اي نوع فراخ نسريها وحطيها فيه، مش شرط صدور فراخ يعني قوي. علبتين زبادي ومعانا صدور فراخ، معلقتين بالعدد بصل مبشور ناعم، معلقة صغيرة توم ودي اختياري للي يحب يحطها، ملح وفلفل، 3 معالق دقيق، ومعانا شوربة وكوباية لبن. هنقول تاني، علبتين زبادي، صدور فراخ، معلقتين بصل مبشور، معلقة صغيرة توم، 3 معالق دقيق، فلفل اسود وملح، كوباية لبن، شوربة وزبدة. وممكن اللي مش عاوز يحط فراخ براحته، بس هو التراكوة لما جم اخترعوا لنا الكشك الألمز ده حطوا لنا فيه فراخ اساسه، اللي مش عاوز يحط فراخ ما يحطش على حسب امكانياتك واللي انت تقدري عليه. هنشوف الكبده بس عشان ما تاخدش سوى مننا كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ايوه بدات اول ما تبتدي تخطر كده، انا مطيه فهبتدي اعلي عليها شويه اهي عشان ما تاخدش سوى كتير. شوفوا هنا معلقه الخل تفضل تخليها لونها حلو ازاي، يبقى لونها بامبا. معلقه الخل اللي احنا بس عيروها بالمعلقه، معلقه الخل تخليها بامبا، مش اول ما تنزل كده في التخديعه تسود ولونها يغمق، لا تخليها لونها بامبا كده وحلو. ونغطيها، خليها بس ايه قمحيه صغيره.
هنعمل بقى حاجه هنا كويسه قوي. صدور الفراخ دي هنقطعها، صدور الفراخ هنقطعها حتت صغيره. لو عندكم بواقي فراخ نسروها واستعملوها، ما عندكوش ممكن اي حتتين من صدر فرخه او ربع كيلو من صدور الفراخ اللي احنا بنعمله بانيه يقضي الغرض. الموضوع معاه سهل ما هو صعب. نجيب بس حاجه كده ونبتدي نقطع عليها كده اهو، ونبتدي بقى نقطعها اهو. حبيبتنا بقى الست هدى على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك بتقول لي يا غاليه التفكير الزايد عامل لي مشكله. احنا قبل كده قلنا لما تيجي بالليل وتحاولي تنامي وما تقدريش من التفكير افتكري ربنا وارمي حمولك عليه، هتلاقي كل مشاكلك اتحلت. ويمكن ماما ليلى كمان يوم عيد الام لما جات لي هنا قالت لي كده، قالت لي يا غاليه لما يبقى عندك مشكله اذكري ربنا تقوم مشاكلك تتحل وما يبقاش عندك مشاكل. اهي نسروها كده بالراحه باي شكل تحبوه، اي شكل تحبوه اهو. بس لو الفراخ مش موجوده عندكم، صدور فراخ دي لازم تتسلق، ما تتحطش نيه، لازم تتسلق وتتسلق كويس اهي كده تمام. لازم نقطعها كويس، ابص مستويه اهو كده. وساجده بتقول لي يا غاليه انا بقى يعني بسامح بزياده، وكل ما بسامح بزياده ده بالموضوع ده بيعمل لي مشكله. بصي يا ست الكل، سامحي وسيبيها على الله، وكل ما تسامحي تلاقي حبايب اكتر. المسامح كريم، ده قاله في المثل يعني. ادي الفراخه اهي، احنا كده هندفع الكبده. ست ام محمد. ايوه اهلا يا ست ام محمد. ازيك يا ست غاليه؟ تسلمي وتعيشي من كل وحش. انا بحبك قوي يا ست غاليه. تسلمي وتعيشي يا ست الكل، ده انا كنت لسه بقول يعني عاوزين نبعد عن الشر ونغني له. لا والله كل كلامك حكم وجاوز، انت ست جميله. تسلمي. طب ما تقولي لي نبعد عن الشر ونغني له ازاي؟ انا اللي قالت لي على البرنامج بتاعك ده بنت اختي غاده، وانا تسمحي لي ابعت لها السلام؟ اتفضلي. بسلم على غاده بنت اختي وبشكرها ان هي عرفتني ببرنامجك الجميل ده، وانا من ساعتها متابعاه وكل يوم بتفرج عليكي وبتعلم منك الكلام الجميل اللي زي امهاتنا بتوع زمان. ربنا يخليك يا ست الكل، ده انا اللي بتعلم منكم، وكنت لسه بقول كل حاجه تزيد عن حدها تتقلب ضدها. طبعا صح، كلامك صح يا ست غاليه. ربنا يكتر من امثالك وربنا يكرمك، متشكرين قوي قوي على كل حاجه بتعمليها لنا. ربنا يخليك يا ست الكل، واحنا بنتعلم منك. شكرا ليك يا ست الحبايب. ادي الكبده كده خلصت، هنبتدي بقى نحطها كده اهي. دي الكبده اللي بالنخاع والصلصه، تتغمس بقى كده برغيف حلو مفقع وشويه بتنجان مخلل، تعملي جنبها شويه رز للعيال، تبقى معاكي زي الفل وطعمها جميل. ودي اكله قديمه احنا لسه ما اخترعناهاش يعني، بس احنا دايما يا اما نعمل الكبده محمره يا اما نعملها اسكندراني يا اما نعملها مش عارفه بحته ليه برضو محمره، ما بنخرجش بعيد عن الموضوع ده. فهي النهارده بالصلصه كده بتبقى طعمها زي العسل، بتبقى حلوه قوي. هنيجي بقى نعمل الكشك، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. الكشك ده سهل، ده تعمليه في 3 دقايق وانت واقفه، اعملوه بسهل قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط حله، بس اعملوها في حله تكون غويطه شويه برضو عشان هنقلب كتير، وحته زبده. بسم الله الرحمن الرحيم. بس حته زبده حلوه يعني، ما هياش صغيره قوي، لان في اكلات نقدر نقلل منها ويمشي حالها، لكن في اكلات ما نقدرش نقلل سمنتها. يعني في نقلل ويمشي حالها، لكن في اكلات بتبقي مضطره عشان تطلع حلوه تديها الزبده بتاعتها او السمنه بتاعتها اللي هي بتبقى طالباها. فعشان كده دي هتاخد دقيق، فلازم يبقى الزبده بتاعتها عاليه شويه عشان الدقيق ما يشتش، لان لو ما فيش زبده كفايه الدقيق هيتحرق، فلازم الدقيق يبقى واخد زبده عشان ما يتحرقش. ادي الدقيق اهو، الدقيق ده احنا هنحطه اخر حاجه.
الله، ده فيه ايه؟ فلفل اسود. الله، ريحان، ريحان ناشف. لازم تسيح بقى كده كويس. هنحط البصلايه ومعلقه الثوم الاول، وبعد كده نسوي الدقيق. البصلايه المبشوره وفص الثوم الاول عشان بعد كده نحط الدقيق. ست هيام. الو، اهلا يا استاذه هيام. اهلا بحضرتك، عامله ايه؟ احنا الحمد لله بخير وبصحه. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. انا متابعاكي من زمان قوي على فكره. ربنا يكرمك، لسه بنقول ابعد عن الشر وغني له. ربنا ان شاء الله كده يوفقك ان شاء الله، والتقدم دايما دايما كده يا رب. تسلمي لنا يا ست الحبايب. وانا معاكي فعلا، ابعد عن الشر وغني له فعلا. عاوزين نبعد عنه حتى لو كان في المشاعر او في العواطف. الواحد عنده كلمه حلوه يقولها، ما عندوش خلاص بقى يسكت. الله ينور عليك، الله ينور عليكي. يعني بصي، هو الشيء لما بيتقلب يعني ايه زياده عن حد، وبيتقلب يعني لو كتر قوي بيتقلب ضده على طول. اكيد طبعا، انا بحبك قوي والله، ماما كمان بتحبك قوي يعني. ربنا يا رب كده دايما ما يخليش اي حد خالص في مشاكل. شكرا ليك. نرجع للاكله بتاعتنا. البصله يا دوبك تصفر عشان ما تغمقش الكشك، لان لو احمرت الكشك هيطلع غامق. احنا عاوزين الكشك يبقى ابيض، الكشك هيطلع غامق. ودي بقى بصوا في الحله، لازم الزبده تبقى زياده عشان يبقى الدقيق كده سايح كده اهو، ما يتحرقش. لازم نسويه علشان ما وانتوا بتاكلوه ما تحسوش ان انتوا بتاكلوا طعم الدقيق يبقى ني اهو كده اهو. لازم ياخد كده الدقيق، ياخد برضو تحميره حلوه، برضو ما نغمقش التحميره بتاعت الدقيق. الكشك من طبيعته بيبقى لونه يدوبك مصفر اللون الذهبي، ولا هو بيبقى غامق ولا هو بيبقى فاتح قوي. ده كشك ألمص سهل قوي 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 قوي. اول بقى ما بنسوي كده وتبتدي بقى تعمل معانا العمله الحلوه دي، هنبتدي اخر حاجه هنحطها اللبن والزبادي. هنبتدي نحط الشوربه كده، ونبتدي نقلب على نار هاديه شويه اهو كده. هنحط شويه لبن هنا مع الزبادي ونضربهم قوي عشان الزبادي يدوب. لازم الزبادي يدوب كويس قوي اهو. وطينا هنا وضربنا جامد اهو عشان كله يدوب مع الشوربه. ناخد هنا الزبادي مع اللبن ونضربهم جامد، ما نحطش الزبادي على طول مكلكع كده، هينزل برضو يفضل مكلكع، لازم يدوب. وممكن لو ما فيش زبادي حط كوبايه لبن رايب في قلب الكشك هيبقى جميل. لو ما فيش زبادي حط كوبايه لبن رايب، والاحسن ان انتوا تحمروا الدقيق زي احنا ما حمرناه كده، ما تحطوش الدقيق على الزبادي وتقلبوه، طعم الدقيق في الكشك هيبقى ني اهو اهو. وايد تحط وايد نقلب تقلب، وعبال ما ناخد الفاصل ونرجع يا دوبك يكون شكل ونعرف هنكمله ازاي. فاصل وراجعين. رجعنا تاني بعد الفاصل ولسه بنعمل الكشك. زي ما قلنا هنقول تاني الطريقه. شو حطينا حته زبده، حطينا معلقتين البصل المبشور، معاها حبه ثوم صغيرين، معلقه صغيره. لما خدوا لون اصفر ابتدينا نحط الدقيق. الدقيق اتشوح معاهم لما لقى ما يبقى كده لونه ذهبي مش محمر، تمام. بنبتدي بعد كده نحط الشوربه، وبعد كده نحط اللبن مع الزبادي، ندوبهم مع بعض وبنبتدي نقلب كده اهو. مش هنحط دقيق كتير عشان خاطر ما يلبكش، ما يبقاش مهلبيه، لان هو كل ما هيبرد هيتقل. اول ما يبتدي يغلي كده هنبتدي بقى نحط صدور الفراخ اهي، ونبتدي نقلب. لازم يلف مع صدور الفراخ وهي جواها عشان ياخدوا من طعم بعض، مش يلف ويتقل ونحط صدور الفراخ ونقلب، لا، لازم كده يبتدوا ياخدوا مع بعض غلوه عشان خاطر لما يتقل يتقل في قلبيه صدور الفراخ وما يبقاش تقيل، كل ما هيقعد هيتخن،
كل ما هيقعد هيتخن، فلو انتوا شايفينه دلوقتي خفيف لما هيبرد هيبقى يا دوبك كريمي، لكن لو من البدايه وهو جوه الحله هو بيغلي تخين، عبال ما هيبرد هيبقى يتحول لجبس. فهو حلاوه الكشك ان هو ما يبقاش تقيل، لان لما هيبرد في دقيق، لما هيبرد هيتخن زي المهلبيه بالظبط. ونسيبهم بقى يتطبعوا في بعض كده. استاذه هدى. ايوه مع حضرتك. اهلا يا استاذه هدى. اهلا يا استاذه غاليه يا جميله. اهلا بيكي يا ست الكل. انت اسمع لمسمى يا قمر. ربنا يخليكي، ده انا لسه بقول ابعد عن الشر وغني له. ده انت قمرايا يا سكر، يا رب يخليك ويا بخت جوزك وولادك بيك يا قمر. ربنا يخليكي يا ست الكل. قولي لنا ايه رايك في الموضوع ده؟ ده جميل، حاجات عيش وتعلمينا حبيبتي. لا ده انا بتعلم منكم صدقيني، انا عاوزه بس اعرف رايك في الموضوع اللي احنا كنا بنقول ان لو الحاجه زادت عن حدها تتقلب ضدها. يا رب خليك. قولي لي رايك ايه؟ سؤال بعد اذن حضرتك يا استاذه. اتفضلي اتفضلي. انا دكتوره وفوقتي ضيق جدا، بس انا شفت حضرتك قلت على البتنجان المخلل. البتنجان المخلل قلتي ممكن يقعد سنه متخلل، قولي لي الطريقه ازاي من فضلك بعد اذنك. عينيا الاثنين، اهم حاجه يكون بتنجان عروس صغير. ايوه. ويكون جامد كده البتنجان الصغير ده، ويتشق ويتحشي بالملح والكمون وشويه كزبره خضراء، فلفل. أيوة. اخضر، ويترص وعليه زيت، وتقفلي عليه وتحطي له شويه ميه وشويه زيت وتقفلي عليه وتسيبيه. من غير ما تسلقه ولا اي حاجه؟ من غير ما تسلقيه، هو هيستوي ويبقى زي الفل، بس ما تنسيش الخل. تسلم بقك جميله، ميرسي، ربنا يخليكي. تسلمي لنا يا ست الكل، شرفتينا. كده الكشك يا دوبك عزه. الكشك ما تخلوهوش تقيل وهو في قلب الحله، خلوه زي شوربه الكريمه، لان اول لما هيبرد هيبتدي يتخن، فاحنا محتاجين يبقى عامل زي شوربه الكريمه ما يبقاش تقيل. فهو كده خلاص حلو قوي كده معاه اهو. بصوا حتى تخمته اهي اهي، عشان الناس اللي بتعمل الكشك في الاول بتقول الكشك تخن قوي، الكشك كان عامل تقيل، فانتوا ما تحطلوش دقيق كتير، ولازم تحطوا الفراخ معاه بالشكل ده، تاخد وتدي معاه شويه عشان تخرط الطعم، عشان الطعم يخرط عليها اهو. ست منى. ايوه سامعيكم. زيك يا منى. ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله، انا كنت لسه بتكلم، وايه رايك بقى ان احنا نبعد عن الشر ونغني له في الغضب كمان؟ والله يا ريت. ايه رايك؟ الحمد لله انا بخير. انا اول مره اكلمك. اهلا وسهلا بيكي على راسنا. بقول لحضرتك عايزه اعرف طريقه تخزين ورق العنب. عينيا. طب قبل ما اقول لك على ورق العنب بقى، انت ايه رايك في ان احنا نبعد عن الشر ونغني له في الغضب؟ يا ريت والله، يا ريت ان تقولي لكل الناس. يا ريت والله، يا ريت كل الناس كلها دلوقتي تبقى سامعاك وتقول لهم انت من بقك حاجه كويسه. يا ريت والله، يا ريت نبعد عن الغضب عن كل حاجه، يا ريت. الله ينور عليك. يا ريت كلمتين كويسين منك للناس، ناس كتير بتحبك وبتكلمك. ربنا يديك الصحة والعافية وطولة العمر. اللهم امين يا رب. شكرا لك. وصلي سلامي للحاجة حماتي وتسلمي لي عليها كتير. تسلمي. حماتك انت؟ ام عبده. طب انت ما طب ما تروحي لها يا اختي وسلمي عليها. ما انا موجودة معاها. طيب يعني انتوا الاثنين جنب بعض صلاة النبي. والله موجودة معايا جنبي اهي. ربنا يخليها لك ويديها طولة العمر. اللهم امين يا رب، ربنا يخليكي يا رب استغاليا، ربنا يخليكي. شكرا ليكي يا ست الكل يا قمر. بس ادي الكشك. هنسيبه بقى يبرد، وبعد لما يبرد هنبتدي نحط له البصل المحمر اهو، زي اللي بنحطه للبصاره وللكشري. لازم يبرد يبرد شويه عشان وشه يشد، ونبتدي نزوقه البصل ما ينزلش تحت، لان لو حطيناه دلوقتي البصل هينزل تحت. تمام، فلازم يشد شويه عشان يبرد ونحط له الحاجات دي كلها. نرجع بقى لموضوع الغضب ده. امتى بقى بنغضب؟ لما حد بيزعلنا، حد بيضايقنا، حد يقول لنا كلمه كده ما تكونش عجبانا، فنبتدي بقى نتضايق ونزعل. ما هو طبيعي لازم تتضايقوا، لازم، ما ده لازم. ما هو انت بيقول لك حاجه تزعلك، ادم بتحب البني ادم، اول ما يقول لك حاجه تزعلك لازم تبقى غضبان. فلازم نبقى نتروى شوية كده ونبعد عن الشر، ونفكر مرة واثنين وثلاثة قبل ما ناخد أي قرار. اقصروا الشر حتى لو بإيه. نيجي للأكلة الثالثة.
هنعمل بطاطا بالفراوله وصوص الفراوله. اللي موجود دلوقتي فيه بطاطا بيضة اكتر من البطاطا الصفر، فهنجيب البطاطا ونسلقها ونقشرها اهي تبقى بالشكل ده، نسلقها ونقشرها البطاطا تمام. وبعد كده دي بطاطا مسلوقه ومتقشره، مقاديرنا بقى بطاطا اي كميه انتوا تحبوها، سكر بودره، فراوله، صوص فراوله وبس، ما فيهاش يعني اي حاجه تاني. هنجيب بس حاجه نهرس بقى الاستاذه بطاطا ولبن، معلش ولبن حقكم عليا. هنحط شويه لبن هنا قيمه بس ما هي تبقى لفه، تبقى عامله كده زي الكريمه لفه، ونبتدي نهرس ونحط شويه سكر بودره يعني على حسب ما انتوا تحبوا. لو البطاطا مسكره ما تحطوش، لو يعني حسيتوا ان هي طعمها كده ابتدوا حطوا لها معلقه ولا معلقتين سكر بودره. ونهرسها بقى هرسه جامده اهي، بسم الله، هرسه جامده تتكسر كده يكون ايه بالحلو القوه. هي هتشرب كل اللبن ده اول ما تتهرس اهي. تعالي انتي، ايوه اهي، اهرسوها هرسه جامده. البطاطا مفيده وحلوه للعيال، ودلوقتي البطاطا البيضة حلوه، كل ما هيخش علينا الصيف هتقل شويه البطاطا الصفراء، بس البطاطا البيضة هتبقى موجوده اهي اهي. اهرسوها بقى على الاقل من مهلكوا كده، لازم تبقى مهروسه كويس. طبعا انا مهما اعمل بطاطا مش هعمل بطاطا زي الدكاتره والمهندسين اللي جوني اللي كانوا عاملين مشروع البطاطا، كانوا عاملين شويه بطاطا بالشوكولاته ومش عارفه وبايه وبايه وبايه، كانوا عاملين مشروع هايل، ربنا يوسع ارزاقهم. نجيب معلقه بس عشان الناس اللي في الجناب. دول تقريبا كده 2 كيلو بطاطا، دول 2 كيلو بطاطا هياخدوا لهم قيمه كوبايه لبن ومعلقتين سكر بودره. ونهرس اهي كده، لازم تتهرس حلو عشان لما نيجي نحط عليها بقيه الفراوله والحاجه تبقى ايه حلوه اهي. بس كده كويسه، حطينا اللبن، حطينا السكر، مفيش زبده، مفيش اي حاجه من الكلام ده، ونبتدي نهرسها كويس زي ما شفنا كده. ونقطع بقى الفراوله ونبتدي نرصها في كاسات او كوبايات زي ما انتوا عاوزين اهو. نجيب بس كده. طب هناخد فاصل ونرجع نعبيها بقى في الكوبايات كده ونشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. رجعنا تاني بعد الفاصل وكده قطعنا الفراوله، هنبتدي بقى نرصها في كوبايات، ترصوها في اطباق، اعملوها زي ما يريحكم. الست ناهد بقى قالت لي يا غاليه، بما ان انت بتتكلمي في الموضوع ده في حاجه مهمه تاني وهي الغيره. الغيره عامله لي مشاكل وانا بغير على جوزي قوي قوي قوي، فالغيره عامله لي مشاكل جامده. بصي يا ست ناهد، غيري على جوزك مش وحش بس برضه مش قوي، ما تخنقهوش يعني، خليكي كده خير الامور الوسط زي ما بيقولوا. لو عملنا حاجات في كل حاجه كده، عملنا حاجات الوسط مش هنزعل يعني، كل حاجه لو عملناها بالعقل هنلاقيها معقوله وحلوه. وحقيقي بجد الشيء لما بيزيد عن حده بيتقلب ضده، بيبقى ضده ضده يعني. وبعدين الحب بيبقى بزياده كده بيمسخ، ما بيبقاش حلو. هنحط بقى الصوص هنا، صوص الفراوله احنا عملناه كتير مع بعض اهو، حبه كده عشان ينزلوا كده زي الشربات. ونبتدي برضو نحط شويه فراوله، ايوه كده. ونبتدي نحط شويه بطاطا، البطاطا كلها الياف وحلوه قوي 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 للاطفال، ادوا الاطفال بطاطا على قد ما تقدروا مش وحش اهو. ونديها برده شويه كده من فوق
اهم يعني نبقى ايه ايدينا ايه ميزان بقى، حريصين على قد ما نقدر اهو، ونحط لها كده حته فراوله ونقول لها يا جمالك يا فراوله يا بطاطس غاليه. نعمل الثانيه اهي. الفراوله كتير، الفراوله كتير وحلوه، خدوا منها وحطوا للعيال على قد ما تقدروا، بتبقى جميلة وزي الفل. والبطاطا برضو كتير، لما يبقى ربنا نعم علينا بحاجات كتير حلوة نستخدمها على قد ما نقدر اهو. ونديها شوية فراولة كده، ونحط شوية فراولة اهو، كمان حب اهو، حبة فراولة تاني اهو، ونديها بطاطا اهو. وممكن كمان مع البتاع اللي انا عاملاها دي اللي كلها الوان وكلها حاجات حلوه البطاطا دي، حطوا ايس كريم لو تحبوا، جاي الصيف هتبقى جميله وحلوه وزي الفل. ادوها حته ايس كريم كده من فوق، مش هتقول لا، وهتبقى شكلها جميل وحلوه والعيال يحبوها اكتر واكتر. اهي اهي، ونديها حته فراوله. يلا يا فراوله اهو، ونعمل التاني. بتبقى حلوه كده ونقدر نشكل منها زي ما احنا عاوزين اهي. الاكل النهارده الحمد لله خفيف، بس عاوزين النهارده كل حبايبنا على الصفحه بتاعتنا يشاركونا ويقولوا لنا رايهم، يقولوا لنا رايهم نعمل ايه، نبعد عن الشر ونغني له ازاي اهي. ونرجع نحط كده، يا سلام على شويه. اللي حابب ممكن تحطوا شربات، يعني اللي ما عندوش صوص فراوله ممكن تحطوا شربات، شربات احمر، بس تقللوا السكر قوي. يعني لو هتحطوا شربات احمر تقللوا السكر، او ما تحطوش فيها سكر خالص عشان ما تبقاش زعقه، يبقى سكرها زياده اهي اهي كده. الله، أنا عاوز أشكر كل حبايبي اللي بيكلمونا على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك، واللي بيشوفونا على الإنستجرام وبيكتبونا، وكل أصحابنا وحبايبنا بشكركم بجد من قلبي. أدي هي واحدة كمان أهو، يا إسراء، أستاذة إسراء. ألو. أهلا يا أستاذة إسراء. ازيك عامله ايه؟ انا الحمد لله بخير طول ما انتوا بخير، وعامله لك شويه فراوله حلوين، وعاوزه اخد رايك ازاي نبعد عن الشر ونغني له. تسلم ايدك على كل حاجه بتعمليها والله. اسمعيني من التليفون بس. ها؟ اكيد يعني لو بعدنا عن الشر وغنينا له هنريح دماغنا وهنبعد عن مشاكل ومش هنشيل في ذنوب. حاجات كتير يعني. الله ينور عليكي. الله ينور عليكي. ننقل دي هنا. ننقل بقى دي هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عارفه ليه لما بشيل كوبايات بحس ان انا رايحه عند العريس، عامله زي اللي راحت تشوف العريس وخايفه الشاي ولا الشربات يدلي عليه. كده الكشك بقى اول ما يبتدي يعمل وش كده هنبتدي بقى نزوقه كده اهو بالبصل اهو. البصل سهل وحلو وما يطلعش معاكي طري، ادوله رشه دقيق خفيفه، رشه دقيق خفيفه علشان يطلع مقرمش، رشه دقيق خفيف يطلع معاكم مقرمش وزي الفل، ما يطلعش فيه اي حاجه وحشه اهو. ناخد كمان حبه في النص ممكن اهو، حبه صغنطتين اهو. شوفوا الكشك اول ما يشد يبقى عامل ازاي. خلوا بالكم هقول تاني، الكشك الالمز ممكن تضيفوا له معلقتين رز، وممكن تعملوه بالطريقه السهله دي، ما يبقاش تخين وهو جوه الحله، لان كل ما هيبرد هيشد زي المهلبيه هيتخن، فلو تخن وهو جوه الحله عبال ما يبرد مش هيبقى كشك، مش هيبقى كريمي، فهيبقى الموضوع تقيل شويه. ومعانا ادي الفراوله ببطاطا، حطها لك فين يا استاذ هاني؟ مكانها كده ولا نلهيلك؟ طيب هو مش سامعني كده اهو، عشان تاكل منها عشان تعمل رجيم. حاضر،
نحطها لك في النص بين الاثنين. دايما بتحيروني كده في حطي هنا وشيلي هنا. انا في بيتنا بحط على الطبليه على طول واكل اهو اهو كده هنا. يعني انا بلعب شطرنج ولا ايه؟ اهو اروح فين؟ هنا؟ طيب حاضر. والنبي بصوا انا هحط الكبده دي هنا. اشهدوا عليا يا حبايب غاليه، شوفوا بيعملوا في غاليه ايه. وادي اهي، بس مش متحتها حاجه ثانيه بقى من مكانها اهو، بس كده. النهارده كان اكلنا خفيف، عملنا النهارده هعيد تاني عشان بيقولوا لي على الصفحه احنا محتاجين تقولي الشرح تاني. دي بطاطا بالفراوله وصوص الفراوله. صوص الفراوله بتجيبوا الفراوله وتحطوها على النار، الى لو هتعملوا كيلو فراوله بتحطوا عليه كوبايه سكر واحده، يعني قيمه ربع كيلو سكر من غير ميه ولا اي حاجه، لحد لما السكر يسيح فيها يتضرب في الخلاط، يبقى صوص فراوله حلو وخفيف زي الشربات. وبتبتدوا بقى تحطوا فراوله وصوص فراوله وبطاطا وتطبقوها زي ما يعجبكم. وادي الكشك، الكشك الالماز ممكن تحطوا له معلقتين رز مسلوق وممكن لا، بكده دي طريقه سهله وحلوه وهيبقى زي الكريمه. وعملنا كبده بالصلصه ومعاها النخاع، بتبقى جميله قوي قوي وبالف هنا وشفا. تاكلوها بعيش، تاكلوها برز، تاكلوها بمكرونه، اللي يريحكم. شكرا ليكم، يا رب نكون خفاف عليكم، ولسه ان شاء الله هنكمل طول الاسبوع في بعد عن الشر وغني له، ويا رب ما حدش يجي له شر ابدا في كل العالم. واشوفكم على خير بكره في حلقه جديده، مع الف سلامه.